موضوع الساعة الشماتة، مش بس شماتة في المشاهير، الشماتة بين الأصدقاء، في الأسرة الواحدة، في الأسرة الواحدة، في المشكلة إن إحنا نربي طفل. وحضرتك كان عندك قصص قصة في التجربة اللي أنتوا عملتوها. مش احنا يعني دي تجربه بعلم مكتوبه، نفس يعني مكتوبة مكتوبه في كتاب في النفس. الكتاب. هما تجربتين لطاف قوي اتعملوا على الاطفال كده في سن الابتدائي، وقسموا الاطفال يعني مجموعه من الاطفال وقالوا لهم انه عندكم زي 100 جنيه والمفروض ان انتوا هتلعبوا وتكسبوا وتخسروا، فكل ما هتكسبوا هيزيد الفلوس وكل ما هتخسروا هتقل الفلوس، المهم يعني انه الدوره تلف ولازم يفضل معاكم 100 جنيه لانه لو ما بقاش معاكم 100 جنيه كلكم المجموعه مش هتعرفوا تلعبوا تاني. طيب فبيلعبوا فبيخسروا فبيلعبوا فبيخسروا، فلازم يفضلوا محتفظين بال 100 جنيه. فلقوا ان في مجموعه بتضحي بالمكسب اللي هي كسبته كفرد علشان يفضل مع المجموعه 100 جنيه علشان يلعبوا تاني، وفي مجموعه تتضايق لو يعني ما يقدرش يضحي قوي بمكسبه، يعني هو عايز يكسب يكمل بس بس يكسب برضه يعني ما يقدرش يضحي بمكسبه كله فيضحي بجزء من مكسبه، وفي مجموعه مهما المجموعه بتخسر هو لازم يكسب، يعني مكسبه اللي اخده ما يضحيش بيه ابدا، ومجموعه اهم حاجه عندها انه ما دام هو بيخسر المجموعه كلها تخسر. فقسموهم اربعه، قالوا انه المجموعه اللي بتضحي بمكسبها من اجل الفرد يعني الطفل اللي بيضحي بمكسبه من اجل المجموعه ده بقاء الإيثار. مكسب المجموعه ده الايثار، أيوة. فسموهم الالترويستيك او المؤثرين، ومجموعه اللي يكسب ويكسب المجموعه سموهم الكوبريتيف اللي هم متعاونين، والمجموعه التانيه ودول سموهم يعني البرو سوشيال او سموهم اجتماعيين المحتويين للمجتمع او للمجتمع او من اجل المجتمع عطائين للمجتمع، والمجموعتين التانيين سموهم خليني افتكر، لا استنى بس، الانديفيدواليزم اللي هو الانفرادي. ايوه يعني انا اكسب ومش مهم انتوا يحصل لكم ايه. ده مرض اما الانفرادي شديد الدسم ده، لا ده في بقى الاوحش منه، هو ده بقى اللي هيكون الشمات اللي هو بيسموه كومبيتيتورز، يعني هو لازم ينتصر باي حال من الاحوال، فان لم ينتصر يعني لو ما كسبش لابد ان المجموعه تخسر، يعني يبقوا شركاء في الخساره. يعني يعني انتصاره في خساره الاخر. مظبوط، ايوه انتصاره في خساره الاخر مع انها مجموعته اهي. فقالوا انه طبعا المؤثرين دول المجموعه كانت الاقل، الكومبيتيتورز دول المناطحين. لا يا فندم، لا 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 انا بجاوب على سؤال يا مفيده، بطلي بطلي شقاوتك دي يعني من قالي الاخر يا نهاري انكشك بس، وبعدين عبال ما افهم بتقول ايه الاحمر. ايوه احمر بيبقى قمر ده، انت هتورطيني وانا بيه بس مش تقدري مش تقدر. صح قول صح قول صح، اصلا نعرف بعض قبل ما نعرفكم. صحيح. ايه رايك بقى؟ ودول المجموعه الاقل اللي هم اللي هم المناطحين دول، والمجموعه الاعم هي هتبقى ما بين اللي عايز يعني يخسر شويه الكوبريتيف يعني نكسب ونكسب وتكسبه، والتانيين اللي منفرد في انه يكسب وملوش دعوه بالتاني، بس هو مش بيتمنى له الخساره بس هو المهم ان هو يكسب يعني. لكن الاسوأ الفكرة اللي هو ده، ده رهيب، ده رهيب الفكره ده. ده رهيب. من الامتحان ده او التجربه دي طلعت بإيه؟ طلعت بإيه؟ طلعت إنه هم بيعلموا السايكولوجيست اللي في المدارس، وإن هم لما يعملوا ده يكتشفوا الأطفال اللي عندهم النزعة دي فلازم تهذب، يعني زي ما يكون بيحط لهم بروجرامز اللي لازم تهذب هذه النزعة، إنه مش أهم حاجة عندك إنك تكسب، ولو ما كسبتش تخسر الآخر، يعني مش دي لازم تبقى موديفايد، لازم تتهذب، وإنه الألترويستيك لازم يعني أو اللي هم المضحيين أو اللي سميهم سميتيهم يا سهير المؤثرين، المؤثرين دول لازم يتميزوا ولازم يتشرح له، يتشرح للباقيين ده معناه ايه، لانه ده بالتعلم، يعني مش قيمة بس ان هي انستينكت، قيمه يعني مش بس انها غريزه بتبان في الاطفال اهو من غير من غير تعلم، لا وكمان بالتعلم. قيمة فلو تعلمنا الشماته تنتشر أو ولو تعلمنا الايثار تنتشر. اوكي، او اكسب واكسب الاخرين، يعني مثلا ده المودس ان احنا المفروض نزرعهم في اولادنا، لكن فكره بقى ان انا اكسب على حساب الاخرين او اكسب بخساره الاخرين هي دي الكارثه. دي صح، الشماته
في شقها الطبيعي او الايجابي خلينا نقول اللي هي الدكتوره مدام بتتكلم عليه، ان انا اكسب وابذل مجهود علشان اكسب وابذل مجهود عشان متفوق، بس كمان لو جالي فرصه ان انا اساعد حد ممكن اساعده وما احاولش ان انا اخسر حد.